قدرت كليبات كتيرة انها تحقق نجاح كبير بنسبة مشاهدتها اللي تخطت 10 مليون مشاهدة. ومن اكتر الاغاني اللي قدرت تتخطى حاجز 10 مليون هي اغنية اه لو لعبت يا زهر، وطبعا دي للمطرب الشعبي احمد شيبة، وحققت 113 مليون مشاهدة. لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال، لو لعبت يا زهر. وقدر كمان المطرب المغربي سعد المجرد ان يحقق النسبة الاكبر، وهي نسبة مشاهدة من خلال كليب انا ماشي سهل. وطرح المجرد كليب تاني خلال السنة بعنوان غلطانة، وده كان اخر كليباته قبل ما يدخل السجن، وحقق كمان الكليب حوالي 32 مليون مشاهدة. انا بنويت لجدار ولا كنت نفكر، انا بنويت لجدار كنت نفكر، حيرانة ما ادفعك ندامة. أما الفنان محمد حمائي فقدر إنه يحقق من خلال كليب ما بلاش 19 مليون مشاهدة على اليوتيوب. ومن الكليبات اللي حققت نجاح كبير كان كليب كل ما غني، وهو دويتو مع الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، وقدر الكليب انه يحقق نسبة مشاهدة اكتر من 13 مليون مشاهدة. وكمان ادانا قدرة الفنانة امال ماهر والفنان السعودي راشد الماجد انهم حققوا نجاح كبير جدا، وده من خلال كليب لو كان بخاطري، وقدر الكليب انه حقق اكتر من 16 مليون مشاهدة في اسبوعين بس من عرضه. انت الوجود اصلا والدنيا والاحلام، انساك ده مش ممكن لو راحت الايام، اوعى في يوم تظن الحب ده اوهام. انت الوجود اصلا والدنيا والاحلام، انساك ده مش ممكن لو راحت الايام، اوعى في يوم تظن الحب ده اوهام. احيا معك وبيك وعيش حبي فيك. ومن أنجح كليبات 2016 كليب أهيجات لأنغام، وكليب سهرنا يا ليل إليسا، وما حصلش حاجة لسميرة سعيد. هدوء لفرقكم. أسلوب كلامي طبيعي حيحير شوية، أنا آسيا ولا ده كله من كتر الأسية.